الرخلة. مرت أكثر من سنة على اعتصام الرخلة بمدينة دوز، الذي انطلق خلال شهر مارس 2017 بمبادرة شبابية تفاعلاً مع اعتصام الكامور. لا فوضى ولا تكسير ولا هدان على الشركة ولا كذا، أراو أي حاجة بس نعملها أراو بس ترجعنا بمضرة علينا احنا. وتميز الاعتصام بتلقائية وحيادية تامة، حيث لم تقف وراءه أي جهة سياسية، وهو ما استقطب عددا هاما من شباب المنطقة. وأظهر المعتصمون نضجا كبيرا من خلال تكوين تنسيقية تسهر على التنظيم وجمع التبرعات وتمثيلهم للتفاوض مع السلطة على مطالبهم. اجتماع تنسيقية الاعتصام قرر ما يلي: التأكيد على استمرارية الاعتصام والتشبث بمطالبنا الآتي ذكرها: التنمية والتشغيل، نصيبنا من العائدات البترول المادية. وتتمثل هذه المطالب في ضمان انتفاع الجهة واستفادتها من حقها في ثرواتها الطبيعية، وتشغيل أبنائها بالمؤسسات البترولية المنتصبة بالمنطقة، ومساهمة هذه الشركات في التنمية. اليوم صارت مسيرة شعبية حاسة وحالة من الاحتقان الغير مسبوق في مدينة دوز، واليوم عملنا إضراب عام. الإضراب العام ناجح بنسبة 100%. مشكورين الناس الكل اللي لبوا النداء ولبوا الطلب في المشاركة في هذا الركب الاحتجاجي. وأمام شرعية هذه المطالب، حظي الاعتصام بمساندة كبيرة من أبناء ومواطني جهة نفزاوة، إذ امتد من المدخل الشرقي لمدينة دوز ليتواصل إلى منطقة العرقوب، ومنها إلى المحطة الرئيسية للبترول والغاز ببولحبال، وتطور بتكوين تنسيقيات محلية بكل من القلعة والفوار وجمنة وقبلي ودوز الكبرى، وتوجت بإحداث تنسيقية جهوية نفزاوة الرخلاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين آمين. حميد مجيد. وكلكم حقرتونا تولوا قلوبنا، احنا فاهمين اللعب في خون ناركم، احنا غصب عنكم على الخريطة وجودنا كما ذكرتوا الملعب. ما يشغلنا سيف الحياة على الحق، ما يشغلنا ولا نخاف من ظالم ضرب في المالي، يا النصر وتعود الفوايد لنا، يا نموت موتة عز فوق رمالي. وقت الترك لازم تبان رجالها ويبان نصرتها ومنه عضيدها، ويبان منه ينتفض على رجالها، ويبان منه ينتفض على رجالها، ومنه قعد وقت نسمع غريدها. وكلمة رخ للباجي مشقة، وكلمة رخ جمهوري تقلى، طلب الحق لابد يتم، وكلمة رخ يلزم التنسيقية والناس اللي واقفة على الاعتصام هذايا هي اللي يكون عندها المقبل، هي اللي يكون عندها. وأثناء التفاوض حول هذه المطالب، رفض المعتصمون الوساطات أو الحديث نيابة عنهم، مؤكدين على التفاوض المباشر مع السلطة، وهو ما تم بعد إصرارهم وتمسكهم بمطالبهم، مما اضطر السلطة للتجاوب مع المعتصمين، وعقدت جلسات تفاوضية انتهت إلى اتفاق 26 أوت 2017 بضمان من مكونات المجتمع المدني والمنظمات المحلية ونواب الجهة. أنا عمي ما يدفع بالسحر،
بالنسبه لمجال الصحه ثم استطاع ظاهري ثم لجنه الصحه كلمه ملف بيدي تلميني وطالبوها من بعد ان شاء الله مش تدخل في الموضوع هذا. انشاء ديوان تيمور بولايه بن باعتبارها تنتج نسبه 70% من انتاج التمور بالجمهوريه التونسيه. نحب ان تثبتوا هل النفايات النوويه هي نفايات يعني موجوده فعلا او انها هي اشاعه، وهذا كمان نحب ذوه هنا خاطر هذه راهي بالنسبه لنسبه الاصابه بمرض السرطان في ولايه قبلي هي راهي نسبه كارثيه.